السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بمناسبة الفنان نمبر ون اللي أجل إطلاق الكليب بتاعه اللي معرفش اسمه ايه ولا يهمني اعرف يعني، لكن اجله 3 ايام حدادا على وفاه الملكه اليزابيث الثانيه ملكه انجلترا. يعني هذا الاخ اللي البعض زي يعني الدكتور جمال شعبان رئيس او عميد قسم القلب في القصر العيني الازبق قال احنا لسه مكملين في زمن الرويبده ده. هذا النجم الفنان نمبر ون اللي اتصور مع فنانة من الكيان الصهيوني ويتصور مع مطرب من الكيان الصهيوني وبيأجل الحفلة بتاعته حدادا على الملكة إليزابيث اللي أثناء تتويج الملك تشارلز ابنها تشارلز الثالث، شايلين علم بيحتمل من ضمن مراسم التتويج، يعني شايلين علم عليه أسماء الدول والمعارك اللي انتصروا فيها، ومن ضمن الدول دي مصر ومعركة التل الكبير. العالم أثناء يعني بيتفخروا، هم بيتوجوا الملك وبيتفخروا انهم انتصروا على أهل مصر. وعندنا الأخ نمبر ون بيعمل حداد على الراحلة الملكة الراحلة تعمل حداد على اللي بيحتفلوا انهم هزموك. فعلا الجهل هو اللي مودينا في ده. بعد بقى بتتكلم على ان الكره في مصر راحت 60 داهيه، ودي حاجه مش جديده. يعني بيقول لك عضو من اتحاد الكره المصري راح لمدرب منتخب مصر الناشئين الكابتن محمد وهبي قبل بطوله العرب الاخيره اللي كانت في الجزائر، وقال له عندي تعليمات بانك تضم لاعب بعينه للمنتخب، تعليمات. بس الكابتن وهبي بقى بيقول لك رفض، يعني على غرار قصة كرة الطايرة منتخب الطايرة ومدرب كرة الطايرة اللي أقلوه وهو رايح البطولة، والسبب إنه رفض يضم ابن المدير التنفيذي لاتحاد كرة الطائرة. إحنا ما عندناش رياضة، ها؟ إحنا عندنا كفتاجية، إحنا ما عندناش رياضة، الرياضة سيب الناس تشتغل، في تخصص، لكن لا ابني، ابن أختي، ابن خالتي، خد ما ينفعش، طب أنت تقعد، نصرف الملايين وفي الآخر المجاملات تحكم. علشان كده احنا متأخرين وعمرنا ما هنتقدم الا لو حررنا كل شيء. حررنا كل شيء، كل واحد يشتغل بعقله، اشتغلنا معاه بشكل مؤسسي مش في شكل عزبه. استاذ محمد سعيد مقدم برنامج الترند في النادي الاهلي مهتم بملف التحكيم، وانا ولازم كلنا نهتم بملف التحكيم لان الدوري ضاع من النادي الاهلي السنتين اللي فاتوا بسبب التحكيم، سبب رئيسي. محمد سعيد بيقول لك ملف التحكيم في مصر بايظ مليان كوارث، وكل يوم بكتب عن كارثة وكواليس من داخل لجنة الحكام. مجلس إدارة اتحاد الكرة المسؤول الأول والأخير، لو القصة دي ما خلصتش قبل بداية الموسم محدش يستنى عدالة، والأندية هيضيع مجهودها وفلوسها بسبب أكذوبة تطوير التحكيم. ده استمرار أحمد أبو العلا مدير للجنة، كارثة. كلام محمد سعيد. وهنا بقول مش بس النادي الاهلي، كل الانديه عندنا اكتر من 17 نادي او هم ال 17 نادي باستثناء نادي الزمالك اشتكوا من التحكيم في الموسم الماضي، والبعض اشتكى من الموسم ما قبل الماضي. يعني ولدي الانديه اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم لازم يكون ليهم وقفه مع قصه التحكيم. التحكيم بيدمر انديه، بيخسر بطولات، لعيبه بتمشي، مديرين فنيين بيتم اقالتهم بسبب اخطاء تحكيم، وناس بتشيل حاجات هي مش مسؤوله عنها. يعني لو استمر هذا الامر بهذه الطريقه الدنيا باظت. يعني نادي البنك الاهلي بيتعاقد مع اسلام جابر لاعب نادي الزمالك بيع نهائي، وتمديد اعاره اسامه فيصل موسمين وحمدي علاء اللي كان في سموحه راح للبنك الاهلي لمده موسم. ايضا اسلام جابر اللي طلع قال لك لما سئل ايه لو الاهلي اتعرض عليك تروح النادي الاهلي تعمل ايه؟ طبعا الاهلي عرض، ولا هو معروف ان هو اهلاوي بيروح نادي الزمالك، لكن قال لك صعب ان جمهور الزمالك يهتف باسمك وتروح لنادي تاني. وهو الزمالك ولا كان بيلعب 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه ولا الجمهور هتف باسمه، وفي النهايه راح فين؟ راح على البنك الاهلي، اي حاجه فيها ريحه النادي الاهلي. يعني المهم بيقول لك ايه بقى من خلال حسابه، يشكر جمهور نادي الزمالك، شكرا جماهير الزمالك على كل لحظه هتفتوا فيها باسمي.
ده عايش في الهتاف ده. شكرا مجلس الاداره، شكرا كل اللاعبين، شكرا كل فرد من الجهاز الفني والاداري، شكرا عمال غرف خلع الملابس. يعلم الله اني على مدار 3 سنوات بذلت قصارى جهدي لاستعاده الجمهور العريق، ولم اتجه يوما ما لاختلاق الازمات. شرف كبير لي ارتباط اسمي بنادي الزمالك، و رحل زي ما قلت حضراتكم عن، بس مش صفقه تبادليه، ما جابوش اسماء حد، صفقه تبادليه. مرتضى منصور عايز يمسك فلوس في ايده بسبب الحجز. طب مرتضى منصور، وهنيجي الكلام ده فيما بعد، يعني مرتضى منصور قال لك انا عندي ربع مليار في الخزنه وفلوس وبتاع، والراجل قال لك حجزت على حساب واحد، يعني عندك بقيه الحسابات التانيه. الدكتور عمرو محب، وبعد التعليقات في الفتره الماضيه مع وجود السويسري كولر، وكل توقع عوده عمرو محب، دكتور عمرو محب اللي كمترجم يعني، لكن تم تعيين هشام اسماعيل، والدكتور عمرو محب طالع بيوضح لك تاثرت كثيرا بما شاهدته على مدار الايام الماضيه من مشاعر حب وتقدير غمرتني بها جماهير النادي الاهلي وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، اظهروا من خلالها رغبتهم في ان اعود لتولي مهام الترجمه في الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم. وفي واقع الأمر أنا لم أكن أبدا من المرشحين لتولي هذه المهمة مع المدير الفني الجديد، حيث أنني لا أتحدث اللغة الألمانية التي يتحدثها المدير الفني الجديد السويسري مارسيل كولر، وربما يكون تواجدي في الفترة الأخيرة بالنادي الأهلي مباشرة مهام ومسؤوليات عملي كمدير لإدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات لقطاع كرة القدم، جعل البعض يظن أنني سوف أتولى مهام الترجمة لكولر، وهو ما تناولته بعض الصحف والمواقع، إلا أنه لم يكن بمقدور الرد أو تصحيح المعلومة قبل أن يعلن النادي الأهلي رسميا تشكيل الجهاز الفني الجديد كاملا بما فيه المترجم. والآن وبعد أن تم الإعلان رسميا عن أسماء جميع أفراد الجهاز الفني، فإنه لا يسعني إلا أن أكرر التأكيد على اعتذاري وامتناني لما غمرتني به جمهور لما غمرتني به جماهير الكيان من إشادة وحب واحترام، وفي الحقيقة متبادل دائما بيني وبين الجميع من مسؤولي النادي الأهلي وجماهيره الغفيرة، كما أتمنى التوفيق لجميع أفراد الجهاز الفني الجديد في مهمتهم والنجاح في إهداء الكثير والكثير من البطولات والألقاب للنادي الأهلي ولجماهيره العظيمة التي تستحق تقدير واحترام. بالنسبه لهاني حتحوت برضو كان جايب امير عبد الحليم بالامس وبيتكلموا عن برونو ميتسو وعن مدرب النادي الاهلي، وخاضوا برضو في موضوع راتب اللاعب امير عبد الحليم، وكان حتحوت اتكلموا حتحوت اول امس اتكلم عن راتب اللاعب وازاي الاهلي يجيبه كده. بعض الانباء ومصدر النادي الاهلي بيقول لك ازاي هنجيب لاعب 3 شهور ندفع فيه $1.5 مليون، و موقع ترانسفير ماركت بيقول لك ان هو انتقال حر، يعني مش ما فيش إعارة، واللاعب عمير عبد الحليم قال الكلام اللي احنا قلناه، لكن ضاف حتة التاتش بتاعه، قال لك إن اللاعب أو النادي من حقه إنه يجدد لاعب موسمين إضافيين، لكن في حالة رغبة اللاعب. طب افرض اللاعب ما عندوش رغبة خلاص يمشي آخر الموسم، يمشي يروح فين؟ طب يرجع للنادي بتاعه تاني ولا يعمل إيه، ولا نروح نشتريه من نادي تاني؟ يعني أنا النهاردة جبت لاعب من نادي الزمالك، قلت له والله اللاعب ده هيكون بتاعكو لمدة سنة ويرجع لي. طيب لو خدته 3 سنين تدفع سنتين تدفعه كذا، واللاعب لو بموافقه اللاعب كانه اعاره، ما هي كانها اعاره، لكن بيقول لك لا، هنا بيختار لك هو حر، لاعب حر، يعني لاعب ماشي براحه عقد معنا. طب اللاعب ده انتقل من اي نادي؟ لك هو سنه مع تمديد سنتين اخريتين في حاله موافقه اللاعب. كله بيفتكس وكله، لكن الغرض الاضرار لازم، لكن نادي الاهلي جمهوره لازم يتصدى لمثل حملات هذه، لمثل حملات التشويه هذه لمجلس اداره النادي الاهلي. يحيى الكومي زي ما طلع قبل كده وهاجم جماهير النادي الاهلي وقال لك عملوا مع جماهير الاسماعيلي وشتموهم والفاظ مش عارف ايه، وشتموا رجال المقاومه، النهارده بقى بيتكلم عن جمهور الاسماعيلي بيقول لهم بتاكلوا وتنسوا، عامل زي القطط تاكلوا وتنكروا. قال لك مفيش كلمه حلوه من الجمهور الاسماعيلي حتى ليه؟ احنا اللي عملناه في الاسماعيليه لم يحدث من قبل، ولكن الناس بتنسى، الناس بتاكل وتنسى. مبسوطين يا اسماعيليه؟ ادي 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 جامد يا كومي. ادي جمهور جامد يا كومي. محمد فاروق الاعلام شغال الله ينور، البعض شغال على اللاعب والبعض شغال على المدرب، وقال لك محمد فاروق ارضيه التتش تثير غضب مارسيل كولر. هو لسه الراجل عمل حاجه علشان يثير غضب مارسيل كولر، ونشوف الدنيا فيها ايه يا رجاله، يعني نهدى شويه كده ربنا يهديكم.
محمد شبانه بيرد على البروف اللي بيخسر والاعلامي يقول لك بروف، البروف اللي بيدافع والاعلامي يقول لك بروف، البروف اللي ما خدش ولا ضربه امام الهلال ويقول لك بروف، البروف اللي لعب امام الوداد وقبل كده فرقه اخرى في دوري افريقيا خيس يقول لك البروف. البروف لعب امام بيترو اتلتيكو ولعب امام اعتقد بيترو اتلتيكو اعتقد ولعب امام الوداد، البروف بس بروف مالناش دعوه بالنتائج، المهم ان هو بروف يعني. والبروف كان طلع في الاعلام واتكلم في المؤتمرات الصحفيه اكتر من مره، يتكلم ازاي انا بطل الدوري بلعب دور ال 64 وازاي الاهلي او المركز التالت يلعب دوري الابطال من دور ال 32، واتكلمنا وشرحنا وقلت انا كده نصل اما انك جاهل او انك يعني بتحاول تكسب جمهور نادي الزمالك من خلال الكلام اللي لا يقدم ولا يأخر، كلام الخايب ده يعني. لكن كلنا عارفين ازاي بيتم الاختيارات في دوري الابطال وازاي بيتم المجموعات ومين يلعب دور الادوار التمهيديه ال 64 وال 32، ها واتكلمنا وقلنا ان في تصنيفات زي في تصنيف كده دوري، في تصنيف اول تصنيف ثاني زي المنتخبات بالظبط، الانديه في ارقام اخر 5 سنوات، ها النقاط التراكميه من خلال البطولات من خلال وصولك للنهائيات او الادوار الاقصائيه او النهائيه بتاخد نقاط، وبالتالي بيبقى ليك تصنيف، بنبقى اول 5 يعني فرق بيتم اعفائهم من الادوار التمهيديه، انت بقى من بعد كده الدور ال 64 بيبدا من التصنيف الثاني، انت تصنيف ثاني، الزمالك تصنيف ثاني. المهم محمد شبانه بيوجه كلمه للمدير الفني لنادي الزمالك فريرة، قال لك هو امير مرتضى منصور ما بيقولش الفريرة على معايير دوري الابطال، ايه الداهيه بقى، وكان يكون امير نفسه مش عارف يعني. قال لك يا بروف لوائح الاتحاد الافريقي يعني ما لهاش علاقه بدوري ابطال بالدوري المصري، لوائح الاتحاد الافريقي ما لهاش علاقه بانك بطل الدوري او مش بطل الدوري، اللي عايز يعرف يا استاذ شبانه هيعرف الغرض فعلا، يفهم هيبحث وهيدور وهيفهم، لكن اللي غرضه انه يكايد مكايده كده وخلاص. كلمته مع حضراتكم قبل كده وكنت متوقع وعارف ومتاكد ان مرتضى منصور هيرجع في كلامه فيما يخص احمد جمال، واحمد جمال بسبب مرتضى منصور لما طلع وقال لك ان احمد جمال خلاص مش هيبقى موجود معانا في قناه نادي الزمالك، ومن هذه اللحظه وانا متاكد وعارف ان مرتضى منصور هيرجع في كلامه، وكتبت على الفيديو ها يعني اثبت ولا هتبقى حنفي، مش عارف هتثبت ولا هتبقى حنفي مش ذاكر، بس قلت حنفي في الجمله دي. ودائما وابدا الاستاذ مرتضى منصور بيقول لنا انه مش حنفي، ودائما وابدا مواقفه كلها وقراراته اللي بيقولها ويرجع فيها وزي ما بيقول هو اللي بيقول ان حنفي بيقول قرار ويرجع فيه، فكل مواصفات الحنفي تنطبق على مرتضى منصور في كل شيء. قال قبل كده لما نجي في الانتخابات خالد الغندور بره قناه نادي الزمالك، للامانه علشان نكون محترمين، محمد ابو العلم الشخصيات المحترمه، لا لعمرو لان هو قال في نفس التوقيت خالد الغندور ومحمد ابو العلم وبتاع هيبقوا بره قناه نادي الزمالك، خالد الغندور اعتذر وبتاع على حد كلام خالد مرتضى منصور بكى وعيط وبتاع علشان يرجعه، لكن محمد ابو العلم رغم اختلف معاه وبختلف معاه في اراءه كوره وبتاع وميوله لنادي الزمالك وساعات بيجي على النادي، لكن انا ما اختلفش على شخصيه البني ادم انه محترم يعني. خالد الغندور بكى ورجعه، مرتضى منصور رجع في كلامه، احمد جمال قال لك ومش دي بس ده 100 مره ما خالد الغندور وانت خالد بعت لي التليفون وبتاع وبكيت وعايز مرتبك، لما وانت جدع ما تتبرع، ده انت بتاخد في الشهر ربع مليون جنيه ولا 300,000 جنيه في الشهر ربع ولا نص مليون، ها؟ جمال احمد جمال بقى مرتضى منصور طلع قال لك ايه، احمد جمال بره قناه نادي الزمالك ليه؟ علشان ما رضيش يقرا الشتيمه اللي مرتضى بيبعتها، وقال لك هيلبسني في الحيط وانا لما اشتم ممكن يبيعني ولا بتاع، فقال لك احمد جمال جات له الانا والانا كانت عاليه عندي قوي بعد ما انهينا الحلقه، ها عمال يقول مع احترام لكل الناس اللي اسمائهم ذكر، بتحترم بهجت صابر، بتحترم نرمين عادل، بتحترم محمد ناصر، بتحترم معتز مطر، بتحترم مش عارف مين، دول اللي ضد مصر انت بتحترمهم يا احمد يا جمال، مالكش شغل عندي يا احمد يا جمال. مرتضى منصور رجع تاني في كلامه، ها اللي بيرجع في كلامه بيبقى حنفي، بيقول لك ايه مرتضى منصور؟ بيقول لك احمد جمال بعت لي قال لي انا غلطان وبعتذر لك،
قلت له ما تعتذرليش، هتعتذر ليا ليه؟ اعتذر للجمهور والشعب مصر والجيش، والجيش مصر لازم تعتذر. قال لك انت غلطت. قلت له انت غلطت، انت غلطت في مصر وشعب مصر، انت ما غلطتش فيا. ها، وقلت له انت من بكره في القناه، وده درس لاحمد جمال يتعلم منه، وهو غلط واعترف بغلطه. كم من الاهانات اللي اتهانت لاحمد جمال، وفي النهايه هو اللي يعتذر ملبسه في الحيطه. قال لك بقى شتم شتيمه كبيره في شوبير وناس كتير كده وبتاع، ما اعرفش بقى اذا كانت صح ولا ابيع كرامتي من اجل حبي، ابيع كرامتي من اجل شغلي، ابيع كرامتي. الانسان اللي ملوش كرامه بصفه عامه بقى، اللي ملوش كرامه ملوش اي قيمه، يعتبر ذرات من التراب. ربما ذرات التراب البني ادم يستفيد منها في اشياء، ممكن ذره تراب على ذره تراب تبني منها قالب طوب، تبني منها تشكل منها حاجه جيده، لكن الانسان اللي معدوم الكرامه مستحيل تستفيد منه باي شيء غير انه يعني شيء تشمئز منه او تبص له كده، شيء عالى على المجتمع، شيء مقرف بتقرف منه. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.